السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة السكولة في كل مكان. معاكم ميس ياسمين كمال. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية، النص الشعري لغة الأجداد، بس النهاردة واخدينه بطريقة مختلفة. النهاردة معدنا مع سؤال الامتحان. يا ترى لو جالي سؤال في الامتحان على النص ده هيجي لي ازاي؟ أول حاجة هيعرض لي مجموعة من الأبيات، وبعد كده يبتدي يسألني عنه زي كده. مثلا ما معنى تلومني؟ كلمة تلومني معناها تعاتبني. وكمان مضاد اصطفاها، مضاد اصطفاها فرضت علي. وهنا بيقول لي جمع شعب، وجمع شعب شعوب. وكمان طالب اسلوب نهي، يعني لازم ارجع للابيات ودور فيها على اسلوب نهي. لقيت في اول بيت لا تلومني، لا تلومني اسلوب نهي. وكمان عاوز اسلوب نفي. نخلي بالنا ان في فرق ما بين لا الناهية ولا النافية. لا الناهية يعني طلب، شخص بيطلب من التاني، اما لا النافية الشخص من نفسه هو اللي بيمتنع عن هذا الفعل. فهنا لا تلومني فيها طلب، الشاعر بيطلب من أبناء اللغة العربية أو بيطلب من الناس عموما إن هم لا يعاتبوه على محبته للغة العربية، عشان كده قلنا إن ده أسلوب نهي. أما أسلوب النفي في أنا لا أهوى، هنا الشاعر من نفسه هو لا يحب سوى اللغة العربية، فعشان كده قلنا إن دي لا النافية وده أسلوب نفي. كلمات على نفس القافية، عرفنا ان القافية بتكون فين؟ في نهاية الابيات، كل بيت نهايته متوافقة مع نهاية البيت اللي بعده. عندنا هنا كلمة سواها، فداها، اصطفاها، كل الكلمات دي على نفس القافية. نخلي بالنا لما يجي يطلب مننا كلمات على نفس الوزن انا اقدر اجيبها من اي مكان في مجموعة الابيات اللي موجودة قدامي، لكن لو طلب مني القافية انا كده ملتزم بنهاية الابيات. هنكتب كلمة سواها، فداها، اصطفاها. تعبير يدل على التضحية، فين التعبير هنا اللي بيدل على التضحية؟ عندنا ما أنا وحدي فداها، أدي التعبير ده هنا بيدل على التضحية، الشاعر هيضحي بنفسه من أجل اللغة العربية. وكمان عندنا تعبير تاني، كلنا اليوم فداها. وهنا كمان في تعبير تاني بيدل على تضحية أبناء الأمة العربية من أجل اللغة العربية. ضع علامة صح أو علامة خطأ. يحب العرب لغتهم لأنها لغة الأجداد، أكيد الإجابة صح. السؤال الثاني، طلب الشاعر من أبناء اللغة العربية أن يحافظوا عليها ويهتموا بها، هو ده اللي حصل فعلا في الأبيات. يعتز الشاعر بلغته فعبر عن اعتزازه بألفاظ سهلة، هو فعلا عبر بألفاظ سهلة والدليل إن احنا فهمنا النص. بيقول لي هات من النص ما يعبر عن المعاني الآتية، يعني ايه؟ هنقرأ المعنى ونقرأ الشرح ونبتدي نجيب البيت اللي بيدل على المعنى ده. بيقول لي الأمة العربية باقية ما دامت تحيي لغتها وتتمسك بها. أنهي بيت بيدل على المعنى ده؟ إن الأمة العربية ستبقى دائما إذا قامت بإحياء اللغة العربية. يبقى هنا قصده على البيت الأخير، لم يمت شعبا تفانى في هواها واصطفاها. شفنا مع بعض ازاي لو جالنا ابيات من نص لغة الاجداد في الاختبار هيجيلنا منه ايه، لكن دلوقتي احنا عارفين ان الاختبار بتاعنا بيجيلنا نصوص متحررة، صحيح هي خارج المنهج لكن بيكون لها علاقة بنصوص موجودة عندنا في المنهج، على الاقل حتى بتاخد نفس المعنى زي النص اللي هنشوفه دلوقتي. بيقول لنا ايه؟ قال الشاعر اليوم افاخر وانادي لغتي يا فخر الأجداد، أفديك بروحي وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي، لغتي يا لغة القرآن، لغتي حياك الرحمن. ما معنى أفديك؟ ما معنى أفديك؟ طبعا احنا عرفنا الفداء اللي هو التضحية بالنفس، يبقى أفديك معناها أضحي بنفسي من أجلك، أضحي بنفسي. ما معنى أصون؟ أصون معناها أحفظ، أصون معناها أحفظ. الشاعر هنا
هيحفظ اللغة العربية حتى تبقى خالدة على مر الزمان. وما جمع رمز؟ جمع رمز رموز. مفرد الأمجاد المجد. أظن الأسئلة سهلة، ما فيهاش حاجة صعبة، كلها معاني كلمات إحنا كنا دارسينها قبل كده بس موجودة في نص جديد. هات كلمات على نفس الوزن. اتفقنا لو هو طلب كلمات على نفس الوزن أنا ممكن أجيبها من أي مكان في النص، لكن لو طلب كلمات ليها نفس القافية لازم تكون في نهاية الأبيات. تعالوا نشوف إيه الكلمات اللي على نفس الوزن. قال لي مثلا هنا اليوم فاخر وأنادي، كلمة نادي. وعندنا في كلمة واخدة نفس وزنها زي كلمة بلادي، يبقى أنادي بلادي، دي كلمات على نفس الوزن. لماذا يفتخر الشاعر باللغة العربية؟ لأنها أولا لغة الأجداد، ثانيا لأنها لغة عريقة على مر الزمان، وأهم حاجة لأنها لغة القرآن الكريم. اكتب البيت الذي يدل على هذا المعنى، الشاعر سيضحي بنفسه من أجل رفع لواء اللغة العربية. فين البيت اللي بيدل على المعنى ده؟ لما قال أفديكي، كلمة سيضحي معناها يفدي، عشان كده أنا هاخد البيت التاني، أفديكي بروحي وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي. وصلنا لنهاية حلقتنا، شفنا نص من المنهج وشفنا نص كمان متحرر، وعرفنا إزاي الاتنين ممكن يجولي في الامتحان. أشوفكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية على قناة السكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.